وحدات الاستجواب هي من الأدوات التي جاءت ضمن قانون مجلس عمان، وهي من الأدوات وتعتبر أقوى الأدوات اللي ممكن أن يستخدمها مجلس الشورى في حال وجود أي مخالفات صريحة لأي وزير خدمة. على العموم حدث طبعا في موضوع الاستخدام أداة الاستجواب اللي يمكن أنا ذكرتها بشكل خاص في تغريدة، هي لم تأتي طبعا من عاطفة، إنما أتت من خلنا نقول نص صريح جاء في النظام الأساسي للدولة في قضية اللي هو حرية التعبير. إحنا من وجهة نظرنا الآن كأعضاء بأنه هذا تقييد طبعا لحرية التعبير. الآن تقريبا أننا أكثر من 4 أو 5 تقريبا مواضيع أساسية سنعمل على استيفاء جميع المستندات الخاصة بالاستجواب، وإن شاء الله سيتم عرضها كذلك على الأعضاء ومن ثم على هيئة المجلس لاعتماد هذه الأداة، ومن ثم ترفع للحكومة إن شاء الله متى ما استطعنا طبعا أن نصل إلى هذه المستندات المطلوبة، ومتى ما رأينا إحنا كذلك كمقدمي الاستجواب أن هذا الاستجواب سيرقى إلى أن يصل إلى الحكومة ليتم إن شاء الله الموافقة عليه وطلب وزير الإعلام للاستجواب في مجلس الشورى إن شاء الله تعالى.